منحة تطوعية في مدينة إليتشي بأسبانيا. المنحة عبارة عن سنة من يناير 2019 ليناير 2020. يعني إيه منحة تطوعية يا جماعة؟ يعني حضرتك هيتوفر فيك شرطين فقط، اللي هو أنت معاك بي 1 على الأقل في الإسبانية والسي في بتاعك فقط، وأنت عندك مهارات ترفيهية تروح تشتغل مع مؤسسة موجودة هناك لشؤون الهجرة. بمعنى ان المؤسسة دي بتهتم بالمهاجرين اللي مهاجرين ليها، مهاجرين بتعمل لهم حاجات ترفيه، بتسكنهم في منازل، بتعولهم او بتقدم لهم وجبات منزلية، انت بتساعد في الكلام ده، حالة من الاعمال التطوعية زي الجامعات الخيرية اللي عندنا. انت بتروح هناك تعمل الكلام ده سنة، وطبعا هم بيصرفوا عليك طول السنة زي منح إيراسموس اللي موجودة في اوروبا تبع الاتحاد الاوروبي. طيب فايدة ده ايه يا جماعة؟ فايدة ده لما يتحط في السي في بتاعك يأهلك لكل المنح اللي بعد كده، سواء ماجستير او دكتوراه او ما بعد الدكتوراه، سواء في الامم المتحدة او في اي حتة في العالم، لان دي عدة اشتراطات كل العالم ان يكون معاك حاجة في المجال التطوعي، ان انت راجل لك حالة من الخدمة الاجتماعية للناس، وانت مش اناني، انت بتحب الناس وبتحب تساعد الناس وبتحب تقدم لهم كل حاجة بذل مجهودك. حضرتك بتقدم سنة من حياتك، بتروح هناك تتعلم، بيوفروا لك كمان تدريب بشؤون الهجرة وشؤون العمل العمل الاجتماعي، وبيدوك كورسات في اللغة وكورسات في الموضوع بتاع فريق العمل والأعمال التطوعية موجودة هناك تبع الكورس التدريبي اللي طول السنة، غير الشغل اللي انت بتشتغله معاهم طول السنة. طبعا ده يا جماعة لكل الناس اللي بتدرس، لكل الناس فرصة كويسة جدا لأي حد معاه لغة إسبانية ان هو يروح، لأنهم مشترطين بي 1 على الأقل علشان تروح. المجموعة اللي موجودة هناك ما بيعرفوش إنجليزي، بيعرفوا إسباني، فعلى الأقل تبقى ليك بدايات في الأسباني وهتروح تنمي اللغة هناك. يا جماعة قلنا تاني، من شروط أساسية للمنح الدراسية على مستوى العالم الأعمال التطوعية في بلدك أو في أي بلد تاني. المنحة دي هتوفر لك أن أنت يكون معك شهادة كويسة جدا، ليك بعد دولي، ليك أصدقاء دوليين، ممكن بعد كده يبقى ليك منحة نفسها في أسبانيا أو في أي حتة في أوروبا، لأنك أنت عندك حالة من التطوع، حالة من حب الناس وحب الأعمال الخيرية وحب الأعمال الاجتماعية. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور محمد أنس الباز، شكرا لحضراتكم، بالتوفيق ليكم جميعا.